السلام عليكم، معكم هادي كالعادة في فيديو جديد. في الفيديو هذا باش نحكي على شنو صار في فيديو متاع ضامر السارق. من ساعة أول حاجة الفيديو هذاك قعد 3 أيام مش نصور فيه، أما النهار الأول ما جاش، فما شكون ما جاش منا. النهار الثاني مشينا للبلاصة، العساس تاع العمارة ما خلاناش نصوره، ونهار الثالث هو اللي صورنا فيه. الحاصل مش هذا موضوعنا. الحاجة ما نجم يلاحظها حد في الفيديو هذاك كوني أنا كنت نصور في بلاصة من الأول، ومن بعد صورت في بلاصة ديفيرون كومبليتمون. به هاوش صار، باش نبدأ نحكي في الحكاية من الأول باش تفهموا بالباهي. مشيت نصور بعيد عن الحومة في جاردان بيبليك، خاطر حومتنا شعبية وما نجمش نصور فيها، هاو صغار هاو كرهبة. جينا هذيا بعيد على الكراوب وبعيد على الكياس نجم نصور فيها صافا، مستنسين ديجا نصوروا فيها. بدينا نصور كل شيء ماشي بريقل، جات كرهبة متاع حاكم وقفت وعيطوا لنا زوز عوين فيها. سألونا وين نسكنوا، قلنا لهم حي الرافاع، طول بداو يكفروا في ربي وش تعملوا هنا وكلام زايد ما عرفش شنيا. وبعد فكلنا التليفون وعملونا فسخ فاش قاعدين نصوروا، وقعد يتمنيك علينا ويضحك وما عرفش بيه عليه ما فهمتش. وبعد طردونا وقعدوا يسبوا فينا بالرسمي. انا وقتها عرفت معناها علاش العبيد تحب تحرق وعبيد تكره تونس تكره الحاكم. والله عذرتهم، اقسم بالله تو وليت عذرهم. معناها جروب متاع صغار ولاد من 14 سنة ل 20 سنة ما همش قاعدين يسرقوا، ما همش قاعدين يزطلوا، ما همش قاعدين يسكروا، اكيك عندهم شوية معناها كرياتيفيتي، يحبوا يمبروفوها ولا موهبة. يجي بوليس عمره 40 وحاط لي شلطة وجي فلم عليا، بالله اقسم بالله نعرفش انا تشوكيت. انا بالرسمي تشوكيت، معناها علاش معناها ما فهمتش انا توا. انتي بالله حاول تقنعني اللي تونس بيه، بعد فزاي حاول تقنعني فل معانا عمره 14 سنة، حاول تفهمه اللي هو لازم يقرأ باش يوصل ولا باش يفيد تونس ولا ما عرفش صبور عليه. اقسم بالله تعرف شنو الموضوع هذي، بيت نخمم فيه معناه. انا الحكايه هذي بيت نخمم فيه، نسال في روحي علاش صار هكاك، معناه عملت حاجه غلطه، ما عرفش سرقت، جيت صورت في جاردان بيبليك مش حتى جاردان بريفي نقولوا، ولا قدام ديار متاع ما عرفش هكيك. معناها شنية معناها، خاطر نحنا معناها زواولة ما نتكلموش ما شيء. بالله تصوروها مثال، انت جاي ما عرفش انا ولد شكون ولا ما، ويصور في بلاصة كيكة وبش يحكي معاه معناها كيكة، هو بش يحكي معاه دي تو يجي يقول له تحب نجي نصور لك، تحب نجي نشد لك كاميرا نصور لك. شنو هي على خاطر نحنا ما نعرفش، خاطر نحنا زويولة، خاطر يعرفونا ما عنا وين نوصلوا بموضوع عادي، ما نجموش نتكلموا. جاي ولد شكون راهو ما نعرفش يعني. اقسم بالله بالرسم شيء ما نعرفش، يوقف المخ ويحكي تاو تاو. والله يزي بالرسمي كل ما نلقاك كي يقسم بالله مخي يحبس. سو ما حشتيش لا بجام لا بسبسكرايب لا ما عادش ناي، جست بارتاجي لو ماكس بالله. ما تبخلوش عليه الفيديو، ما تبخلوش عليه. الزويلي ما يعيش في هالبلاد ما عادش، وصلوه فيديو هذي على الاخر خليه يوصل ما عرفش. المهم مع السلامة.